من أجمل ما قيل: الواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق ومجانبة معاشرة اللئيم، كما يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب وعشرة الفطن اللبيب، لأن العاقل وإن لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به، والأحمق إن لم يعدك حمقه تدنست بعشرته. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. فالفطن الذكي من يؤاخي الناس الكفؤ، الرجال أصحاب المواقف في الشدائد. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بعينه التي لا تنام، ولا تنسونا من صالح الدعاء.